المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هكذا رنموا وهتفوا ومجدوا الله الملائكة في ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد. أحبائي مشاهدي العرامية المباركين، في هذه المناسبة نقول أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير. عيد مبارك سعيد. نصلي إلى الله أن يبارككم في هذه الأيام وفي العام القادم عام 2014. نصلي أن تكون سنة 2014 سنة مباركة، سنة انتصارات، سنة عطاء، سنة يجعلها أيامها مثمرة وأيامها تكون مملوءة بالبركات من السماء. فالله الذي كان معنا في عام 2013 و2012 و2011 أيضا باركنا بكل بركة روحية في المسيح. قادر الله أن يزيد ببركاته علينا وعليكم في هذا العام القادم عام 2014 لنا في الغرب وكذلك لشعبنا في الشرق الأوسط. نصلي أن تقضوا أوقات ممتعة ومباركة مع عوائلكم وأهاليكم وأحبائكم في هذه المناسبة. وفي هذه الأعياد تقبلوا التهنئة الخاصة من الفضائية الآرامية وطاقم الآرامية بهذا العيد المبارك المجيد. وجميعا كلنا نقول شاكرين الرب يسوع المسيح لأجل تجسده ومحبته وخلاصه ونعمته وقيامته وصعوده إلى السماء وسيأتي ثانية. إنه الرب يسوع المسيح الذي علمنا قائلا: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. أباكم السماوي، قال الرب يسوع المسيح، أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله. هذه هي وصية الرب يسوع المسيح، أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. أعزائي المشاهدين، نشكركم على دعمكم وعطائكم وصلواتكم وتشجيعكم للفضائية الأرامية. صلوا من أجلنا في هذا الأسبوع والعام القادم، والرب يبارك جميعا.